يا مساء الفل. بس النهارده مش هيبقى كل يوم بقى حلو قوي كده عليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، في حلقه جديده من برنامج الترند، حلقه مهمه عندنا كلام كتير تفاصيل كتير كالعاده، وبيبقى عندنا اخبار كمان بتتعلق بفريقنا فريق النادي الاهلي، عندنا امور كمان متنوعه تتعلق بالجانب المحلي منتخبنا الوطني اكيد، وطبعا الجانب العالمي وبعض التفاصيل المهمة جدا اللي هنتكلم فيها على مدار حلقة اليوم. لكن مهم قوي ان انا اقول لحضراتكم ان الحديث لسه مستمر على القمة وفوز النادي الاهلي على الزمالك بخماسية 5-3، مباراة تاريخية وفوز تاريخي جدا، فهيبقى عندنا لسه تفاصيل كتير ونقط كتير جدا هنقف عندها ونتكلم عليها. منتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. سؤال الحلقة: ايه رأيك في أداء الأهلي في الدوري بعد مرور أول 3 جولات من بداية الموسم؟ هنتظر تواصل حضراتكم معنا كما هو المعتاد. نبتدي بالعناوين سريعا، يلا بينا. في ترند الأهلي: اهتمام عالمي بخماسية الأهلي في الزمالك. في الترند المحلي: الإصابة تبعد مرموش عن المنتخب. أما في الترند العالمي: رقم جديد ينتظر صلاح في البريمير ليج. كل التفاصيل معنا بعد الفصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نتكلم في أي حاجة، النهاردة عيد ميلاد أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، أسطورة من أساطير النادي الأهلي، الكابتن محمد أبو تريكة. بنقول له كل سنة وانت طيب وعبال مليون سنة يا ماجيكو، فرح كل الأهلوية طبعا ببطولات عديدة جدا، ومنتخب وطني طبعا بطولات عديدة جدا، كل سنة وهو طيب. عندي بقى مواضيع كتير جدا عايز أتكلم فيها، لكن بداية طبعا عذرا صوتي ممكن يكون رايح شوية، تعرفين الحماس وكلام من ده، الواحد على مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا كان متحمس شوية، فاعذروني يعني النهاردة بالذات يعني. ففي البداية الحديث مستمر عن مباراة القمة، واحنا كده كده في توقف دولي، فما ورناش حاجة بقى، احنا ما ورناش حاجة، فرحانين ومبسوطين والدنيا زي الفل بالنسبة لنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 10 على 10، ومتمتعين بفرقتنا وبأداء فرقتنا على مدار ال3 ماتشات اللي فاتوا. بس أنا عايز أسأل سؤال، هو في عيب في كده؟ يعني الأهلي لما يكسب وجمهوره يفرح وقناته تفرح والمنظومة كلها تفرح، هو ده عيب؟ يعني ده فيها حاجة غلط؟ ما فيهاش أي حاجة غلط، مش عارف ليه الناس بتحاول تتجاوز في أي حد أهلاوي، بعض الناس مش عايز أقول كل طبعًا يعني. ورغم كده كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك، محدش يقدر يقول تلت تلاتة كام في حاجة زي كده. الأهلاوي بيحتفل زي ما الزملكاوي لما بيكسب بيحتفل، وبيحتفل بعض الزملكاوية القلائل جدًا بالتحديد، مثلًا لعيبة الكورة بتاع ممكن بيبقى فيه بعض التجاوز وكلام من ده، ده ما حصلش من الأهلاوية. لكن في كل الأحوال يا جماعة، احنا ناديين في مصر كبار بنمثل الكرة المصرية، محدش يقدر يختلف على كده تماما يعني. فأرجو أرجو يعني ما يبقاش فيه تجاوز في حق الأهلوية أو من يمثلوا النادي الأهلي في المنظومة كلها، لأن الناس حقها تفرح، ما فيش أي مشكلة خالص، ودي مباراة قمة. لما الأهلي يكسب فريق كبير زي الزمالك بيبقى إنجاز، أو مش عايز أقول إنجاز، إنجاز بالنسبة للنادي الأهلي بطولات بس حاجه كويسه جدا، ولما الزمالك بيكسب الاهلي في القمه بتبقى حاجه كويسه جدا للزمالك والزمالكاويه، فهي دي كره القدم يعني. لكن برضو ايه، برضو ايه، احنا ما ورناش حاجه، ما ورناش غير ماتش القمه والفرحه بتاعه ماتش القمه والخمسه بتاعه ماتش القمه وتفوق الاهلي في ماتش القمه ومتعه الاهلي في ماتش القمه ومتعه موسيماني في ماتش القمه، حاجه جميله جدا وفرحانين بيها جدا. ف اللعيبه في الحقيقه والجهاز الفني عملوا مجهود كبير قوي في الماتش ده، لازم ياخدوا حقهم، ومش بس من حلقه امبارح ومش بس من البرامج المختلفه في قناه الاهلي امبارح، لا الموضوع مستمر، لان الناس دي خدوا فتره من فترات هجوم بشكل مبالغ فيه، سواء جهاز فني سواء لعيبه، رغم ان هم حققوا انجازات، وكنا دايما بنقول لحضراتكم في رصيد، خسرت بطوله 2 بس في رصيد بتقدر تعوضني بعد كده بأداء مميز ونتائج كبيرة على فرق كبيرة زي الإسماعيلي 4 والزمالك 5، فدي حاجة من ضمن الحاجات المهمة جدا في الحقيقة. فبالتالي عندي بعض الأمور اللي حابب أن أنا أتطرق ليها
بخصوص مباراه القمه. والنهارده استوقفني خبر، واستوقفني كمان بخلاف خبر النهارده لسه خارج من شويه، امبارح كمان كان في تصريحات للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم، واللي اتكلم فيها في بعض الامور المهمه واحنا لازم نعلق عليها بصراحه، لان الامر ده ضروري ومهم جدا. خلينا نبتدي بالخبر، وقال لك ايه؟ تكريم حكام القمه على هامش معسكر الواعدين في ظل سياسه الارتقاء بالتحكيم التي ينتهجها الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه احمد مجاب. يعني ايه؟ احنا عايزين نكافئ او عايزين ان احنا نحتفل بالحكام وعايزين ان احنا نكرمهم، يعني مش عيب، كويس كويس. وبصراحه في تطور نسبي نسبي، يعني بص حاجه صغيره جدا في اداء التحكيم. هتقول لي انت ازاي بتقول كده والاهلي كسبان الزمالك 5 وفي حكم مصري؟ هقول لك تاني زي امبارح، لولا تعاطف الحكم محمد عادل ولولا ان الزمالك صعب عليه كان الاهلي فاز على الزمالك باكتر من 6 اهداف، وانا مسؤول على الكلام بقوله لحضراتكم ده. لو كان في حكم اجنبي موجود في مباراه الزمالك والاهلي لفاز الاهلي باكتر من 6 اهداف، ده امر محدش يختلف عليه بالتحديد من الناس اللي ممكن تكون حياديه. هتقولي يعني هو انت حيادي انت في قناه الاهلي؟ والله انا بتكلم بحياديه كبيره جدا جدا في النقطه دي تحديدا، في النقطه دي تحديدا وفي كل النقاط بالمناسبه، فاهم قصدي؟ فلولا ان مفيش حكام اجانب لولا النتيجه خرجت كده. لو كان في حكام اجانب كان هيبقى في كلام تاني خالص يعني. فتعالوا بقى نروح لتصريحات الكابتن عصام فتاح، واللي انا بكن ليه كل التقدير والاحترام في الحقيقه، راجل شاطر وعامل مجهود كويس، لكن هو معذور في انه لازم يجمل صوره الحكام. ما بقولش ان محمد عادل عمل مباراه سيئه، بس مباراه ما ياخدش فيها امتياز ولا جيد جدا، يعني ممكن نقول جيد، فاهم قصدي؟ ودي على فكره درجه تعتبر كويسه، لكن كان يبقى امتياز لو ركن احداث المباراه على الجنب وما فكرش في نتيجه المباراه لحد الدقيقه 70 ولا بعد كمان الدقيقه 70 كانت النتيجه كام. كان يبقى امتياز ما يبصش على اللوحه بتاعه الاستاد، لو ما كانش بص على لوحه الاستاد وشاف النتيجه 5-1 وكمل الماتش بادائه كان هيبقى امتياز. لكن اللي قلل من درجاته هو انه عايز يخرج بالمباراه لبر الامان. هو ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ما الاهلي كسب قبل كده 6-1، مفيش حاجه حصلت. كان ممكن الاهلي يكسب 6-7 و8 امبارح وما كانش في حاجه هتحصل. ولو حصل حاجه فهي مسؤوليتك. ولو حصلت حاجه اللي غلط يتعاقب، ده اللي لازم نركز فيه ولازم نتكلم عليه. فكابتن عصام فتح قال تقييمي لطاقم التحكيم القمه امبارح 9 من 10. تعرضوا لي يا جماعه تصريحات الكابتن عصام فتاح، 9 من 10، ايوه هي تمام. ليه بقى 9 من 10؟ لماذا لم يحصلوا على 10 من 10؟ قال لك الملائكه بس هم اللي بياخدوا النتيجه دي ومفيش ملائكه على الارض. تمام ماشي، بس والله في حكام بياخدوا النتيجه دي 10 من 10 لما بيحكموا اللي شايفينه، لما بياخدوا قرارات في اللي شايفينه من غير ما يعملوا اي اعتبارات. وده للاسف الشديد اللي عمله الكابتن محمد عادل. والكابتن عصام فتاح هو رئيس لجنه الحكام، طبيعي هيقول كده، لكن هتقولي حد تاني، اي حد تاني غير الكابتن عصام فتاح وهو كمان بيعلق على ايه؟ خش لي على اللي بعديها. وهو بيعلق على ضربات الجزاء وقال ان الناس بتتكلم عن ضربه جزاء الزمالك بتاعت الجزيري وان هي مش ضربه جزاء، وهو شايف الوحيد كابتن عصام فتاح الوحيد اللي شايف ان هي ضربه جزاء، رغم ان انت لو سالت الدنيا كلها هتقول لك مش ضربه، هيقول لك مش ضربه جزاء اي حد بما فيه. طب والله العظيم 3 اقسم بالله وانا على الهوا اهو، 2-3 من زملكاويه اصحابي قوي، 2 بالظبط عشان لاجل القسم يعني، سالتهم واحنا صحاب وبنتكلم ومنهم الناس قرايبي وكلام، سالتهم بذمتك يا شيخ ضربه الجزاء الجزيري ضربه جزاء؟ قال لي والله ما ضربه جزاء. والتاني كذلك صديق مقرب جدا قال لي، قلت له ضربه جزاء الجزيري ضربه؟ قال لي والله ما ضربه جزاء. زملكاويه بقى ايه؟ زملكاويه زملكاويه. فالكابتن عصام فتح ندي له عذره ان هو رئيس لجنه الحكام، فطبيعي هيحاول يقول لك اصل شد من فريق. فين يا ريت يا جماعه تعرضوا لي لو في امكانيه تعرضوا لي ضربه الجزاء بتاعت الجزيري نتكلم عنها. فين شد الفانيلا ده؟ فين هو؟ إيه اللمسه دي
ضربه جزاء، ده على كده لو اي حد نط في ضربه الجزاء زي ما حصل مع اوباما في ماتش انبي، وزي ما حصل مش عارف مع مين في ماتش الجيش مع الزمالك، يبقى ضربه جزاء بقى ده اوبشن لازم احنا كنادي اهلي نستغله. انا هو بقول للجهاز الفني النادي الاهلي، بقول للعيبه ما بنحبش التحايل، ما بنحبش الاسلوب ده، لكن لو ده اوبشن من لجنه الحكام لا نستخدمه يا جماعه، ايه المشكله بقى؟ ما هو اوبشن هناخد بيه ضربات جزاء، ان اي لمسه في ضرب في منطقه الجزاء تبقى ضربه جزاء، يبقى اوبشن اهو. فين ضربه الجزاء؟ بالله عليك يا شيخ اللي بتتفرج عليا، قول لي ضربه الجزاء فين؟ هتقول لي يا عم انتوا كسبتوا خمسه وكده، احنا يا جماعه الخمسه احنا مبسوطين ان احنا كسبنا خمسه، لكن كان ممكن الاهلي يكسب اكتر من كده لولا تعاطف الحكم. نقطه لازم نركز عليها، قول لي حضرتك فين ضربه الجزاء؟ ما بقناش فاهمين بقى ضربه الجزاء على معلول وعلى حمدي فتحي. ها هي المفروض اصلا ده سيموليشن، فين ضربه ده التيشيرت؟ ما هو ده التيشيرت يا جماعه مش لازق في جسمه، يعني التيشيرت لمس ايد حمدي فتحي، فين ضربه الجزاء بالله عليك؟ تعال. فدي جزئيه من ضمن الجزئيات اللي صرح بيها الكابتن عصام فتحي. تعال الجزئيه الاخيره عشان اقفل ملف التحكيم، لما قال لك تدخل زيزو على قفشه لا يستحق اكثر من انذار، وفي ناس اختلفت على الجزئيه دي يعني، لكن انا بشوف ان في تعمد ايذاء، لان زيزو ما دخلش على الكوره، ده زيزو رايح يضرب قفشه بيقول له يا ابني بص انا جاي اضربك، انا جاي اشيلك في الكوره. طبعا طبعا لعيبه الاهلي والزمالك علاقاتهم كلها كويسه ببعض وكلام من ده، ولاعيبه الزمالك محترمه وكل الكلام من ده، ما حدش يقدر يقول حاجه خالص يعني. اللعيبه اللي هي المحترمه في نادي الزمالك اللي ما بتتجاوزش في اي حد، كل لعيبه نادي الزمالك ناس محترمه، فبالتالي في تعمد ايذاء فلازم يساوي ايه؟ طرد، كارت احمر، بخلاف طبعا بتاعه المسلوسي ضربه الجزاء بتاعه السوليه كان عنده انذار، كان المفروض ياخد انذار تاني ويطرد. عشان كده انا برضو مصر النهارده كنت اتكلم على ملف التحكيم زياده في التاكيد على ان الاهلي كان يستحق ان هو يفوز بالمباراه بنتيجه اكبر من كده، لكن في كل الاحوال هي نتيجه رائعه بالنسبه للنادي الاهلي. عندي بعض الامور التانيه برضو اللي عايز اتكلم فيها بخصوص هذه المباراه. الحاجه الثالثه هي ايه؟ لقطه الكوره اللي اترمت في الملعب، وانا نوهت عنها امبارح واتكلمت عنها امبارح، بس النهارده بالفيديو بقى، بالفيديو عشان اللي عمل كده نوري للناس يعني، لان شكلك وحش قوي اللي عملت كده انت، والله العظيم شكلك وحش قوي، وبيتقلل من فريق كبير زي فريق نادي الزمالك. ده مع اهو زي ما حضراتكم شايفين، ده اداري في الجهاز الفني نادي الزمالك. انت مش عارف قيمه ناديك يا ابني، انت مش عارف قيمه ناديك، اسمع مني، اللي انت بتعمله ده يقلل من اسم وكيان كبير زي اسم نادي الزمالك. ايوه هو ده، وضح لي الصوره قوي. ايه شكلك دلوقتي يعني؟ هو انت لما هتنزل الكره ايه اللي هيتغير؟ ايه اللي هيتغير؟ طيب تعال نشوف اللائحه بتقول ايه. لائحه العقوبات، خليلي دي كده يا بيبو شغاله يعني، عيد وزيد فيها بقى. لائحه العقوبات اللي اقرتها رابطه الانديه المحترفه، يتم توقيع غرامه ماليه قدرها 50,000 جنيه على من يقوم بقصف الكرات داخل الملعب. يا راجل ده حتى، طب راعي الازمه الماليه اللي ممكن يكون بيمر بيها نادي الزمالك، للاسف راعي الازمه الماليه اللي ممكن يكون بيمر بيها نادي الزمالك، انت كمان بتغرم الزمالك 50,000 جنيه؟ فحاجه غريبه بالنسبه لي يعني، داخل الملعب بهدف تعطيل اللعبه او افساد هجمه المنافس، وده اللي حصل بالتفاصيل، ده اللي حصل فعلا، وكاميرا لقطتها ونزل اهو الكره اهي في الهدف اللي جه. فدي برضو يعني جزئيه من ضمن الجزئيات يعني المهمه، ومع ذلك الجون جه والامور مشيت، لكن انت اللي شكلك مش حلو للاسف يعني، فراعي المكان اللي انت فيه يعني. طيب تعالى بقى نخش على موضوع مهم قوي قوي قوي، ولسه في اطار الجانب ده تحديدا، وفي اطار ما يتعلق بالنادي الاهلي يعني. الاهلي كسب اول امبارح صح؟ كسب كام؟ كسب خمسه كام؟ خمسه ثلاثة. الاهلي كسب بخماسيه. تاني يوم الصبح 10 ساعات، ما عداش 10 ساعات على الماتش، 10 ساعات 12 ساعه على الماتش، احد البرامج في احدى القنوات العامه يعني نزل لك خبر يقول لك ايه؟ بيتسو موسيماني يضع كهربا على قائمه الراحلين في النادي الاهلي. لا يا شيخ، لا بجد، ما تهزرش يعني، للدرجه دي مبين انتمائك؟ للدرجه دي يعني مش قادر
تصدق اللي حصل في الماتش. يا جماعه لازم تقروا بالهزيمه، لازم تقروا بتفوق الاهلي، ودي بدايه اصلاح اي شيء. الاهلي لما خسر مثلا، انا هقول لك مثال اهو، الاهلي لما خسر 3-1 من الزمالك ايام فايلر، الناس اعترفت ان فايلر مش مركز، الاهلاويه قبل الزمالك او قبل اي حد، فايلر مش مركز، احنا مش حلوين. لما خسرنا 3-1 بعد كده خسرنا ضربات جزاء باين السوبر، او كان قبليها كان ضربات جزاء، الاهلي كان مسيطر طول الماتش وكلام من ده. فيما عدا ذلك الاهلي بيكسب، وتعادل ماتش بس مع الزمالك في الدور التاني السنه اللي فاتت. لكن لما عشان تصلح حاجه لازم تعترف بالخطا، لازم تنزل على ارض الواقع كده وتعرف ان الاهلي تفوق على الزمالك وفاز 5 على الزمالك. ما تجيش انت تقول لي اصل كهربا موسيماني حطه في، طب انا بقول لك يا سيدي اهو قناه الاهلي، انا بلاش يعني. انا اهو امير هشام في قناه الاهلي بقول لك اهو، كهربا موجود مع النادي الاهلي، ما فيش اي مشاكل بينه وبين موسيماني، تقييم كهربا دايما من ادائه، في التزام كبير قوي قوي عند كهربا من ساعه اخر مشكله حصلت. وبالمناسبه اول حد اعلن عن عقوبة كهربا التاريخية الكبيرة كان النادي الأهلي. الأهلي مش مستني حد تاني يقول أي حاجة، أو يعني لو في لعيب ماشي بيبقى الموضوع معروف والدنيا الناس تتكلم والأهلي بيعلن. لكن كهربا عنصر أساسي من عناصر النادي الأهلي، من عناصر فرقة النادي الأهلي. هتقول لي ما هو ما لعبش أصل الماتشين اللي فاتوا، هقول لك الأهلي عنده قائمة قوية جدا من اللعيبة، الأهلي محتاج لكل القائمة دي في موسم مليء بالبطولات والتحديات الهامة قوي، كله هيلعب، وثقة كبيرة في إمكانيات كهرباء. فما تركزوش يا جماعة، ورسالة الجمهور النادي ما تركزوش مع الحاجات اللي زي دي. كل الاحترام للزميل اللي عرض اللي. طبعا أنا بحترم كل زمايلي وبحبهم ما عنديش أي مشكلة، لكن لما تيجي على حق الأهلي لا لازم نقف. لما تحاول تخلق أزمة على غرار ما يحدث على مدار الفترات اللي فاتت لا لازم نقول لك هنا ستوب، احنا ناس صرحة قوي مع بعض. فالأهلي إيه؟ مفيش أي مشكلة. كهربا ايه؟ مفيش اي مشكله. موسيماني عنده مشكله مع كهربا؟ مفيش خالص، انسوا الكلام ده، انسوا الكلام ده، ده فيما يتعلق بكهربا. بس خلي بالك كجمهور للنادي الاهلي دي رساله ليكم، خليكم مركزين مع الاخبار اللي زي دي، ما تقفوش عندها ولا تصدقوها خالص خالص، لان انتوا عارفين الغرض منها ايه. ده فيما يتعلق بكهربا. بعد بطلع الفاصل ده وارجع، عندي جزئيه بتتعلق بعلي معلول وبتتعلق بموسيماني غايه في الاهميه، هتكلم عنها بالتفاصيل، استنونا. طيب هبتدي بموسيماني لان الجزئيه دي مهمه قوي، والناس اللي متابعه الاكونت او الحساب بتاع موسيماني على تويتر هيلاقي ان الراجل لما بينزل اي حاجه، هو الراجل متفاعل شويه على السوشيال ميديا، كل واحد براحته ما فيهاش اي مشكله خالص يعني. فالراجل لما بينزل حاجه على تويتر، صوره مثلا مع ابنه، صوره مع مش عارف حد من اصدقائه بيهنيه بعيد ميلاده، اي حاجه من هذا القبيل يعني. ففي بعض الاكونتات، وانا لسه بتكلم مع جمهور النادي الاهلي، بعض الاكونتات على تويتر اللي مبينه ان هي اهلاويه، ركز معايا، مبينين ان هم اهلاويه، بيخشوا يعملوا ايه؟ يعلقوا عند موسيماني يقولوا له ايه؟ ها؟ بيتجاوزوا في حقه جامد جدا، وتعليقات غير مطلوبة إطلاقا وغير أخلاقية إطلاقا. ليه بتعمل كده؟ ليه لو أنت أهلاوي أنت بتعمل كده؟ ليه أنت عايز تعمل كده ليه مع موسيماني؟ هدفك إيه؟ تفسيري الوحيد، تفسيري الوحيد إن أنا بصراحة بشك في أهلاويتك. أنا ما بقولش إن محدش ينتقد موسيماني، لا، مفيش حد فوق النقد، أي حد ينتقد، أي حد تختلف معاه يا باشا ما عنديش أي مشكلة في الجزئية دي، لكن التجاوز غير مطلوب خالص. موسيماني مدرب كبير، حقق انجازات كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي. انا شاكك في اهلاويه بعض الاكونتات على تويتر تحديدا اللي بيخشوا يحاولوا ياثروا على موسيماني حتى في عز ما بيكسب، في عز ما بيكسب، انت كذا وانت كذا وانت مش عارف ايه وانت ايه. وعلى فكره الراجل بيتابع جدا، على فكره الراجل مش هو كمان ساعات شخصيه، هو عنده فريق بيتابع السوشيال ميديا الخاصه بيه وبيبلغه على طول. ليه عايزين نصدر صوره وحشه عن جمهور النادي الاهلي رغم ان ممكن، وانا شبه متاكد ان اللي بيعمل كده ده مش اهلاوي، هو مصور نفسه للجمهور على تويتر
ان هو اهلاوي ومحموق قوي للاهلي، بس ممكن ما يكونش هو اهلاوي اصلا، ممكن ما يكونش هو اهلاوي اصلا، فلازم نخلي بالنا من دي. مين الحائط الصد، مين حائط الصد لمثل هذه التصرفات؟ هو جمهور النادي الاهلي نفسه، جمهور النادي الاهلي نفسه. وانا انبسطت قوي لما جمهور الاهلي في الاستاد حي موسيماني، يا ريت نعرض اللقطه دي تاني يا بيبو، حي موسيماني والراجل تفاعل معاهم بشكل كويس، ها، وقال لهم ان هو بيحبهم زي ما انتم شايفين كده، علامه القلب يعني، انا بحبكم، وهم جمهور الاهلي بيحبوه. اه ممكن تختلف مع موسيماني في بعض الامور الفنيه، ده طبيعي جدا في كره القدم، لكن تجاوز غير مطلوب بالمره. فخلوا بالكم يا جماعه، احنا حائط الصد، جمهور الاهلي على تويتر، انتوا حائط الصد لمثل هذه التصرفات اللي الهدف منها هدم الاستقرار الفني للنادي الاهلي، وده صعب جدا يحصل، صعب جدا يحصل، لان في وعي كبير جدا عند المسؤولين عند النادي الاهلي، وقبليهم جمهور النادي الاهلي بنفسه. ده فيما يتعلق بموسيماني. تعالى لي بقى في جزئيه اخيره دلوقتي، في ترند طالع، ها، هاشتاج طالع ترند على تويتر، واحنا بنتكلم عن الحاجات دي لان برنامج الترند يعني، طبيعه البرنامج يعني، بخصوص علي معلول وسيل من الشتائم، سيل من الشتائم على تويتر لعلي معلول من قبل جماهير نادي الزمالك اللي اكيد زعلانه بسبب الهزيمه، وحقهم يزعلوا طبعا، ما فيش مشكله، احنا بنزعل لما الاهلي يخسر، ده طبيعي، ده طبيعي في الكوره. لكن برضه ليه التجاوز في حق علي معلول؟ ايه اللي ارتكبه علي معلول عشان يبقى في تجاوز مبالغ فيه في حقه؟ بصوره، صور زوجته، صور ابنه، ليه؟ عشان ايه؟ عمل ايه الراجل؟ واحد دلوقتي ممكن يكون بيرد عليا يقول لي اصل الحركه اللي بيعملها دي مضايقاني. طب ليه مضايقاك؟ واحد جاب هدف وبيحتفل، لا راح عند جمهور الزمالك عمل لهم كده ولا عمل لهم كده، ما عملش هو كده خالص، ده واحد رايح لجمهور الاهلي بيحتفل معاه، او حتى مفيش جمهور، او حتى لو جمهور الزمالك موجود هو الراجل بيعمل الحركه بتاعته. هل هو عملها في الزمالك الاول او عملها في الزمالك بس؟ لا، ما عملهاش في الزمالك بس، كل ما بيجيب جون الراجل دي طريقه احتفاله، دي طريقه احتفال علي معلول عادي جدا، بقاله كام سنه بيعملها، ها، بقاله كام سنه الراجل جاب جونين. اقدر جدا ان انت زعلان ان فريقك خسر، لكن هو المفروض ان علي معلول ما يجيبش جوان في الزمالك، وده تالت جون يجيبه في الزمالك، المفروض ان هو ما يجيبش جوان يعني، المفروض ان هو ما يعملش اسيستات، المفروض يعمل ايه يعني؟ يجيب جوان في نفسه؟ فليه ولا هو عشان علي معلول مثلا مسك البادج بتاع النادي الاهلي او اللوجو بتاع النادي الاهلي وعمل كده؟ الراجل شايف فرقته رقم واحد، انت كزملكاوي محترم شايف فرقتك رقم واحد، مفيش مشكله. في الاول في الاخر بيبقى في تاريخ هو اللي بيقول مين رقم واحد. لكن مهم قوي، مهم قوي ان يا جماعه نراعي شعور الناس. انتقد برضه كزملكاوي تصرف اي حد، لكن علي معلول ما تشتموش، ما تتجاوزش في حقه، الراجل ما اخطاش، ما ارتكبش اي ذنب، عمل كده في ماتش الاسماعيلي، عمل كده في كل ماتش، بيحتفل الراجل، بيحتفل احتفال بحدود. اول من يعاقب اي لاعب احتفل، بص بقى من الجمله دي، خلي بالك، اول من يعاقب اي لاعب يتجاوز في احتفاله ضد اي جمهور هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي اول واحد بيعاقب لما بيبقى حد بيتجاوز في احتفال بهدف، حتى لو جايب لي جون، لو جبت لي جون واحتفلت فيه باحتفال فيه تجاوز انت معاقب، وعقابه قاسيه، لا بيسكت ولا بيدافع. فالراجل ما يستاهلش بصراحه الكلام من ده، يعني الواحد كان مهم جدا ان احنا نعلق على دي عشان ندي علي معلول حقه، افضل ظهير ايسر في افريقيا على الاطلاق خلال الكام سنه اللي فاتوا وان شاء الله الكام سنه اللي جايين. دي جزئيه مهمه. هطلع فاصل، بعد الفاصل نشوف ترند الاهلي وازاي لسه الناس بتحتفل بفوز النادي الاهلي على الزمالك بخماسيه، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ايه اللي اتقال عن النادي الاهلي من خلال ترند الاهلي على السوشيال ميديا، وبالتحديد بعض الامور المهمه. اللقطه دي بقت تريد مارك خلاص، عمرو السوليه بصراحه عمل لقطه مبهره في مباراة الزمالك في اسيست الجون الثالث لمحمد شريف. فصفحة بليتشر فوتبول العالمية طبعا والمعروفة على تويتر تتكلم عن ايه؟
بتقول ان اسيست السوليه في مباراه الزمالك اسيست رابون، ونشروا الفيديو لعمر السوليه وهو بيساهم في هذا الهدف. فبصراحه لما هتيجي كده اي حد دلوقتي مثلا في مباريات القمه المقبله ان شاء الله، مباريات كتير اكيد ما بين الاهلي والزمالك بنفس النديه وبنفس القوه، والمنافسه بتبقى حلوه بصراحه وما حدش يقدر يقول غير كده، لكن هيفضل في ذهننا كاهلاويه وكزملكاويه التريد مارك ده بتاع عمرو السوليه، الحركه بتاعت عمرو السوليه اللي ساهم فيها بهدف. يعني لما يجي يعرضوا كده اللقطات التاريخيه لمباريات القمه او اهداف مباريات القمه دايما بيبقى في تقرير كده، فهيبقى من ضمن اللقطات اللي هتعيش كتير قوي واللي الناس هتبقى فاكراها كويس قوي هي لقطه عمرو السوليه بصراحه. فهو وفق فيها عشان هو لعيب مجتهد وملتزم ومميز جدا في الحقيقه. خلينا نخش على اللي بعده، والحساب الاهرام على تويتر واللي بيقولوا ايه، جلسه حاسمه للجنه التخطيط بالاهلي بعد عوده موسيماني من جنوب افريقيا. خلي بالك بقى عشان ممكن البعض ياخد العنوان بمحمل مختلف، الجلسه بتتعلق بمستقبل الفريق مش مستقبل موسيماني. موسيماني راجل مكمل مع النادي الاهلي، الامور مستقره زي الفل 100 110 10، كل اللي انت عايز تقوله قوله يعني، الحمد لله ما شاء الله يعني. فبالتالي الجلسه هتتخللها قد يتم التطرق ليه، هل احنا محتاجين تدعيمات في يناير ولا لا، قد ووارد جدا، وافتكر الكلام بقوله لحضراتكم ده، وارد جدا الاهلي ما تعاقدش مع حد خالص في يناير، وارد. ولو تم تعاقد هو لاعب، لو طلب موسيماني الموضوع ده بالتنسيق مع لجنه التخطيط اللي اكيد بيبقى ليها رؤيه مهمه جدا مع طبعا كابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكره. الكلام على بعض الامور اللي بتتعلق بالفرقه نفسها، ايه اللي محتاجينه، ايه اللي ناقصنا، الامور ماشيه ازاي، دايما بيبقى في الاجتماعات والجلسات دي، فحاجه جيده جدا يعني. خلينا كمان نروح لسه مع حساب الاهرام واللي بيقولوا موسيماني يطالب بمتابعه لاعبي الاهلي الدوليين خلال فتره التوقف، ده امر طبيعي جدا، احنا كلنا هنتابع لعيبه المنتخب بشكل عام، لكن الجهاز الفني النادي الاهلي بيركز مع لعيبه النادي الاهلي يشوف حالتهم ايه، طبعا في تواصل دايما تليفوني معاهم لو في حد عنده اصابه لو في اي حاجه، ده طبيعي في النادي الاهلي يعني مش حاجه جديده. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك بيقولوا مصدر في الاهلي محمد الشناوي لا يعاني من اي اصابه وجاهز لمواجهه انجولا، وبيتكلموا على التفاصيل. انا قلت لحضراتكم قبل مباراه القمه بحوالي 3 4 ايام كل التفاصيل اللي بتتعلق بمحمد الشناوي، وقلت ان هو كان جاهز ساعتها بنسبه 70 80%، الجاهزيه تمت لحد يوم الخميس تم اتخاذ القرار النهائي مشاركه الشناوي. شفنا الشناوي لما لاعب تالق ازاي او كان ليه دور كبير جدا ازاي، واهميه الشناوي في الملعب كقائد كمان مهمه جدا بالمناسبه، والشيء بالشيء يذكر يعني لازم نحيي الجهاز الطبي للنادي الاهلي، بيرسيتاو رجع على طول، محمد الشناوي رجع على طول قبل كده زمان، وده مش بعيد في حد يعني، ممكن يكون التطورات اللي حصلت في الجانب الطبي داخل النادي الاهلي ساهمت في كده كاجهزه كامور زي دي يعني. لكن زمان كنا بنستنى اللعيب يقعد كتير قوي عشان يرجع، دلوقتي ما شاء الله بالامكانيات العظيمه الموجوده عند النادي الاهلي ممكن تبقى احسن، محمد الشناوي رجع على طول والحمد لله سليم 100% دلوقتي، ويقدر يشارك مع المنتخب زي ما الوطن بيقولوا. وبيرسي تاو حصل معاه نفس الموضوع، قبلهم قفشه حصل معاه نفس الموضوع، اكتر من لاعب يعني، ففي تطور ملحوظ في الجانب ده. وبرده انا عايز افتكر حاجه، في كاس العالم في قطر كان بدر بانون قبل المباراه الاولى امام الدحيل كان تعرض لالتواء قوي في الكاحل، وانا كنت موجود معاه، شفت المجهود الكبير جدا اللي قام بيه الجهاز الطبي عشان يلعب بدر بانون مباراه الدحيل، ولعب وتالق وتميز يعني، فدي حاجه لازم ندي كل واحد حقه يعني. خلينا كمان نروح لخبر اخر من الوطن سبورت، وبيقولوا عاجل قرار مفاجئ من موسيماني بشأن مستقبل الفريق. هم هنا بيتكلموا على طاهر محمد طاهر، وقال لك ايه عاجل عشان يشدك تقرا يعني، عادي دي سياسه برضو يعني ما فيهاش مشكله. في متن الخبر هو المهم بالنسبه لي ان هو موسيماني وعد طاهر ان هو يديله فرصه. سيبكم يا جماعه من موضوع الوعود، طاهر محمد طاهر لعيب كبير قوي بامكانيات كبيره جدا جدا جدا، كل اللعيبه هتلعب، كل اللعيبه هتلعب، القايمة كلها مميزة، عندك دوري، كاس، سوبر مصري، افريقي ومصري، عندك كاس عالم للاندية بطولة مهمة جدا، لسه عندك افريقيا تاني اللي احنا ابتدينا فيها، تأهلنا دور المجموعات، عندك كم هائل جدا من البطولات، هتحتاج للناس دي كلها، كل الناس دي هتلعب، فأنت مهم قوي يبقى عندك واحد زي طاهر محمد طاهر بإمكانياته، واحد زي كهربا بإمكانياته، الناس دي كلها موجودة في محمد محمود، في ناس كتير جدا.
فالامور مستقره الحمد لله، ما فيش اي مشاكل خالص. طاهر لعيب كبير قوي قوي قوي. الاهلي يكشف حقيقه، بص بقى رحنا في اتجاه تاني بقى في اليوم السابع، الاهلي يكشف حقيقه عروض الشتاء لضم اليو ديانج. انا باكد لحضراتكم يا جماعه ما فيش اي عرض رسمي او حتى شفوي خلال الفتره الحاليه وصل لاليو ديانج. الاهلي ما بيتكلمش غير بالرسمي، رسمي ما فيش حاجه وصلت لاليو ديانج. في الصيف كان في جلاتا سراي، بس الناس ما كانش معاهم فلوس يدفعوا طلبات النادي الاهلي خالص يعني. والاهلي عارف الجوهره اللي عنده كويس قوي وعارف قيمتها كويس جدا، فالاهلي ما استقبلش اي عروض رسميه حتى الان لاليو ديانج، وفي تمسك باللاعب لان احنا لسه عندنا موسم طويل. ده فيما يتعلق بترند الاهلي. هنروح يعني لفاصل بسرعه، اريح بس زوري شويه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسال يا ابني علينا، الاهلي سيد القاره واتقال واحد فيها. طيب احنا عايزين نروح للترند العالمي يا جماعه، بس مهم قوي نتكلم عن منتخبنا الوطني وبعض الاخبار المهمه. المنتخب النهارده اعلن اعفاء مرموش من الانضمام لصفوف المنتخب والاكتفاء ب 25 لاعب، مش هيحطوا حد مكانه. مع مرموش طبعا احد العناصر المميزه جدا المنتخب يعني اعتمد عليهم على مدار ماتشين ليبيا، واللي تالق وساهم بشكل كبير جدا في الانتصارين. عنده اصابه مع شتوتغارت، فالراجل غايب بقاله حتى ماتشين ثلاثه مع شتوتغارت، فالاصابه لسه مستمره معانا، نتمنى له العوده سريعا، فبالتالي مش هيكون موجود مع منتخب مصر. كمان النهارده كان في مسحه طبيه للمنتخب استعدادا للسفر لانجولا ولمباراه كمان الجابون اللي هتكون في القاهره، ماتشين يوم 12، انجولا الاول بره يوم 12 وبعد كده يوم 16 الجابون هنا في القاهره. ان شاء الله باذن الله احنا خلاص شبه يعني تاهلنا للاضواء الدور النهائي من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. ربنا يكرمنا ويوفقنا يا رب. تعالى بقى نروح للترند العالمي وبعض الاخبار العالميه، وطبيعي طبعا بنتكلم في العالمي احنا متعودين، يبقى لازم نتكلم عن نجمنا المصري محمد صلاح، وده من خلال حساب انفيلد واتش على تويتر، واللي نشر تصريحات لدييجو جوتا احد نجوم ليفربول، واللي قال ان محمد صلاح لعيب كبير من طراز عالمي واثبت امام العالم كله هذا الموسم مدى امكانياته وقدراته في المباريات. اتكلم كمان على ان صلاح يسجل الاهداف من اجل المتعه، ولذلك تكون الاهداف رائعه للغايه خاصه اللي بيستخدم فيها مهاراته الفرديه، ودي جزئيه مهمه قوي لازم نقف عندها. ده محمد صلاح طور مهاراته الفرديه، كان الاول محمد صلاح بيعتمد على السرعات، لكن صلاح ودي العقليه اللي بتميزه ان هو حتى المهارات الفرديه واحد على واحد اتطورت عنده خلال الفتره الاخيره في الحياه بشكل ملحوظ جدا. التصريحات كلها مهمه من دييجو جوتا. اتكلم كمان على كريستيانو رونالدو ومقارنه صلاح بكريستيانو، قال ان كريستيانو رونالدو يعني لعيب كبير جدا وعمل تاريخ كبير بانجازاته ومستوى ثابت على مدار 20 سنه تقريبا. في نفس الوقت قال ادركت اهميه محمد صلاح منذ وصولي لليفربول، وداخل الملعب محمد صلاح لا يقل قيمه عن كريستيانو رونالدو لان الاثنين حاسمين جدا لكل فريق موجودين في تصريحات يعني على هذا الغرار من دييجو جوتا، تصريحات مهمه جدا. قال انا بتعلم من الاثنين، يعني هو جوتا بيلعب مع منتخب البرتغال مع رونالدو وفي ليفربول مع صلاح، انا بستغل الفرصه ان اتعلم من الاثنين داخل الملعب. نروح كمان لحساب في الجول على تويتر، واللي بيقول ثلاث ارقام قياسيه تنتظر صلاح امام ويست هام، طبعا في ظل المباراه اللي هتكون عنده النهارده امام ليفربول. بالمناسبه ارسنال بيلعب دلوقتي متقدم 1-0، ايفرتون متعادل بدون اهداف مع توتنهام، ليدز يونايتد متعادل مع ليستر 1-1، ويست هام يونايتد مع ليفربول الساعه 6:30 يعني بمناسبه الخبر ده. فبالتالي صلاح النهارده يقدر يعمل ايه؟ يقدر اول حاجه يصبح اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباريات متتاليه بالدوري امام ويست هام، اول لاعب، دي هيبقى حاجه كويسه جدا. اول كمان من يهز شباك ويست هام في ملعبه في ثلاث زيارات متتاليه بالدوري الانجليزي. لو نجح صلاح كمان النهارده في تسجيل هدف في شباك المطارق اللي هم ويست هام، سيرفع رصيده من الاهداف ضدهم الى 10 اهداف ليعادل رقم جون توشك بتسجيل هذا العدد ضد ويست هام في جميع المسابقات. صلاح سجل اول خمس مباريات خارج ارضه هذا الموسم، بيعادل تيري اونري اللي ما نجحش ان هو يسجل في المباراه الاخيره او المباراه السادسه ليه خارج ارضه. لو صلاح سجل النهارده هدف في ملعب ويست هام في المباراه الساعه 6:30، يبقى اول لاعب يحرز ست اهداف متتاليه خارج الانفيلد، فهيبقى انجاز برده غير مسبوق بالنسبه لمحمد صلاح. خلينا كمان ناخد تفاعل حضراتكم لان ده امر مهم جدا. ها اقفلي، يلا نخش على تويتر او نخش على التفاعل بتاع حضراتكم على طول. نبتدي بشكل محمد، وسؤال الحلقه طبعا كان بيتعلق بايه؟ رايكم في اداء النادي الاهلي في اول ثلاث ماتشات في الدوري.
شاكر محمد قال اداء جيد جدا وممتع في مباراه الاسماعيلي، اداء فوق الخيال، متعه كره قدم بيقدمها لاعبي الاهلي بوجود الجماهير الافضل عالميا. بيرسي تاو وقفشه كانوا هايلين جدا في مباراه البنك، التشكيل الموسم كان غير موفق لكن لعبنا شوط ثاني جيد جدا. مباراه الزمالك حدث ولا حرج، متعه اهداف، تكتيك الاهلي عالمي ما شاء الله يا شاكر. خلينا كمان نروح لمين، نروح لاحمد محمود واللي قال حابب اشكر الاداره على قراراتها اللي من ضمنها مديرنا الفني بيتسو واللي بيثبت كل يوم انه اختيار رائع، وكل الدعم له ولفريقنا ولاسطورتنا بيبو في قياده نادينا الحبيب. يعني حابب اخد تعليقات اكتر من كده لكن دايما الوقت للاسف يعني ما بيسعفناش، لكن في كل الاحوال حلقه كانت مهمه، اتكلمنا فيها في كل الامور الهامه جدا اللي بتهم جمهور النادي الاهلي اولا، وده هدف اساسي من اهداف البرنامج. خدنا كمان تفاعلات حضراتكم في النهايه، اكيد بنتمنى التوفيق الدائم لنادينا الحبيب النادي الاهلي، وما ننساش نتمنى طبعا كل التوفيق والدعم لمنتخبنا الوطني في مباراتينه المقبلين سواء امام انجولا او الجابون، وان شاء الله يفرحونا ونتمتع كمان بادائهم مع مدير فني محترم زي كارلوس كيروش. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. سلام.